كانوا الناس اللي قبل مني اللي يعني كان لهم الفضل في تأسيس هذا الفريق اللي هو الاتحاد الرياضي القنيطري اللي تأسس سنة 1999. حصل لي الشرف أنني كنت ضمن هذا النادي هذا اللي تيشرف على تأطير هذه الفئات اللي كما قلتي هذه الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة. اللي شنو هي طبيعة التأطير؟ شنو هو اللي كتعملوا في التدبير البدني النفسي الجسدي؟ بالنسبة احنا كما كتعرف عندنا تسيير في الكلوب كاين ما هو إداري وما هو تقني. بالنسبة لما هو إداري كنتكلف به أنا والسيد الرئيس السي محمد خويي رئيس الاتحاد الرياضي القنيطري اللي هو عضو جامعي داخل الجامعة الملكية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وما هو تقني يتكلف به البطل الأولمبي عبد الله الزين بحكم الخبرة ديالو الرياضية وبحكم يعني التجربة في هذا الميدان، فهو اللي كيشرف بصفة عامة كنقولوا المدير التقني ديال النادي اللي هو كيشرف على هذه الفئات كلها وعلى الإعاقات كلها سواء كانت ذهنية أو حركية، واللي كنسعوا جاهدين على أننا نوفروا لهم على الأقل نوفروا لهم الملعب فين يلعبوا ونوفروا لهم ترونسبور ونتوفروا لهم التغذية والمبيت إذا كانت المنافسة زعما خارجة بعيدة عن المدينة، فهذا كيكون هو الهم ديالنا الواحد في ظل الغيابة. كما كتعرف كانت حلبة واحدة في مدينة القنيطرة اللي هي حلبة الصويري اللي كنا كنشطوا فيها، وكانت النتائج ديالنا الحمد لله بحيث أن فريق الاتحاد الرياضي القنيطري سنة 2004 فاش كل العمود الفرق الفقري ديال المنتخب الوطني لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بواحد العدد ديال 8 أو 9 ديال لي زاتليت، ولكن في ظل غياب يعني الملعب اللي هو حلبة الصويري اللي داروه مدرسة ديال النادي القنيطري، حنا ماشي ضد النادي القنيطري، النادي القنيطري تيبقى واحد الفريق اللي هو عملاق وكبير جدا، ولكن حنا براسنا كنحبوا الكاك، ولكن ما منقدروش نسمحوا في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة تنعانيو من مشكل التدريب في الدراري تيمارسوا التدريب ديالهم في ذاك التيران الصويري في ذاك الجهة اللي من هنا كتعرف يعني تفتقر إلى أبسط الظروف ديال التدريب، وكذلك بالنسبة للإكراهات اللي تلقاو هو أنه ما كاينش دعم، ماشي ما كاينش دعم، كان واحد المشروع ديال الأساس أنه غتعطى منح للأندية الرياضية ولكن باقى واقفة هكاك. كتعرف بأن المتطلبات ديال السفر إلى مدن أخرى من أجل إجلاء المنافسات كتطلب واحد المبالغ مالية بما فيها مثلا لوجمون، إلا بغيتي تبات هنايا باش أنك مثلا ينوضوا العدائين في واحد الراحة الصباح ويديروا لا كومبيتيسيون ديالهم ويعطيو مكان منتظر منهم، فخصهم يباتوا في واحد الظروف صحية وياكلوا ماكلة اللي كتخضع للمعايير ديال الرياضية سبور يعني روبا سبورتيف، ويكونوا مرتاحين ومركزين باش حتى أنهم يبليوا البلاء الحسن في هذه البطولة اللي هي مؤهلة للألعاب المؤهلة للملتقى الدولي اللي غادي يكون إن شاء الله في مراكش في شهر 9. أنا كنقول النادي خاصو يوفر ضروري بطبيعة الحال خاصو يوفر، ولكن بالنسبة للأتليت من يشوف راسه أنه غادي في واحد المستوى اللي مزيان وأن النادي ما غاديش يوفر لي داكشي اللي مثلا حتى هو خاصو يخسر على راسه باش يوصل، يعني النادي ما غاديش يدير لك كل شيء بطبيعة الحال، خاصك تعطي الألقاب ولكن هذوك الناس هما الجامعة راه كتوفر ليهم هذا الجمعيه هي كتوفر شويه، ولكن حتى هما راه كيكملوا من عندهم، راه بعض الخطرات كيكون التيران ما متوفرش يعني كيترينيو على برا على غادي يبرك ما يمكنش كيتريني على برا باش يديروا عاد باش الجامعه كتوفر لهم لي ستاج وغادي مزيانه في كاسوتان دي في دقيقه اي اندوز بالنسبه لك هذا رقم مزيان وتنتري مزيان. هذا الرقم كيفاش جا التدريب ديالك؟ مزيان خيات نستافد تناكل مزيان الناس مزيان ما تنسهر لا والو وغادي به خير الحمد لله. خدمتي على راسك ما تكاش نخدم وانا باغي نمشي لبعيد. خدمتي على راسك بطبيعة الحال خدمتي بطل الان خدمت وانا باغي نمشي لبعيد وتمشي بعيد نستافد تمشي بعيد هو غادي مزيان وتنتريني وبغيت ان شاء الله هاد الايام تمشي لمراكش. الرياضه اللي كتمارس ديسكو جابلو البوا، وانما دابا لعبت غير ديسكو جابلو ما لعبتش البوا. واحد الصديقه شافتني غير تلاقيت معها صدفه وقالت لي واش تبداي معنا في الرياضه، قلت لها مرحبا نبدا معكم صافي وبقيت معاهم.